ما ابتديت العب مزيكا حسيت ان انا بقلدك؟ لا لا خالص خالص. انا كنت بقلد احمد سامي الصراحه. تفتكر الفايل دي جايز اوفر ريتد؟ بصراحه لا، لان هم يعني ليهم اكسبسيفيك ما عدا احمد سامي. احمد سامي اوفر ريتد الصراحه. مين من صحابك الدي جايز شايف انه مش المفروض يلعب مزيكا؟ لما بيجي لك جيجاية بتختار المزيكا الاول ولا الاوتفيت الاول؟ بخش على انستغرام احمد سامي بشوف كان لابس ايه في اخر جيج واحاول البس حاجه شبهها. عمري سمعتك تراك ورحت قلت للناس ان انت اللي لقيته؟ لا مش قوي كده، بس ممكن العبه برضاك.